تشكيلة الفريقين. البداية بواجب الضيافة، نعطي تشكيلة الرأس على أخضر اليوم. اثنين يانيك دو سانتوس تافاريس، ثلاثة فينستاش نونو مونتيرو، 17 كارلوس سيلفا اللي معه، ماد عن كيرونار. أول ركنية الكرة مع يوسف العربي، مناورة ممتازة من يوسف، يوسف يطلبها سفيان بوفير على الجهة اليسرى، شبه مطلقة للمنتخب المغربي، يمكن على المنتخب العودة فيه، لأنه أعتقد بأنه قادم، أعتقد بأن العربي قادم. ها هو العربي يظهر من جديد، ها هو يوسف يمر الكرة وفرصة. شوف رائع 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 العربي رائع، شوف هنا كيف يجبر اللاعب راس الأخضر على ضياع الكرة، يعني لا داعي لل أكيد استعمال ظاهرين بنوايا هجومية. أتحدث لقرعة تصفيات كأس العالم، لذلك الفوز في جميع اللقاءات يمكن يخبدني على فترات في المباراة، لأنه الله يكون في عون اللاعبين، يعني ليس من السهل المنتخب المغربي يجلول والوصول لمرمى الحارس جوسيمار. هكذا ينادي المذيع الداخلي، يحاول يحفز أكثر الجمهور. كيم زياش لتقبل جلوسه في دكة البدلاء، هكذا نريد اللاعبين للاستئناس. الرئيس الجامعة فوزي لقجع على انه المغربي كره في قدنا من هدف محقق لمنتخب راس الأخضر، يعني ذلك مبارك بوصوفا محمد كيتا. يوسف العربي، يوسف يمشي حاول تسترجع الكره، يدخل بين الفريقين. شوط اول سيطر فيه تماما المنتخب مرمى راس الاخضر بعد لقاء الدائم. اذا يوسف العربي ينتظر إشارة الحكم المالي، العربي يتقدم يوسف، الحكم ماذا يقول؟ بعض اللاعبين تقدموا قبل انطلاقة يوسف العربي في هذه الأثناء. إذا الانطلاقة المرة الثانية، العربي كل الأمال يا العربي في هذه الركلة، ركلة الجزاء ربما ستغير من وجه المباراة، خاصة وأن الراس الأخضر سيكمل اللقاء بعشرة عناصر. هل تكون في الشباك يا إيرفي؟ نعم انتظر، ممكن في الشباك يوسف العربي. إذا لحظة التركيز والكل يترقب، لاعبين الاحتياطيين والجمهور. إذا يطلق الإشارة يوسف العربي، يوسف العربي هو 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 جول جول يا العربي، 1-0 للمنتخب المغربي. هدف يريح اللاعبين، هدف بيرونار، هادي هو اللي كان متوتر منذ بدايه المباراه. العربي على طريقته، هذه المره في الجهه المعاكسه يا جوسيمار، خود عندك في الشباك. العربي لا يضيع، العربي لا يضيع في مثل هذه المناسبات مع الاندلسي غرناطه. رونار وهادي في الثاني هو الثاني الراسيات العربي اللي اشتقنا لها، هذه الراسيات اللي افتقدناها مع المنتخب المغربي. اعطينا اشمل لقطة تكتيكية، شوف الكوتري يراوغ على المقاس، حطها له في الراس ومركز يا العربي. الثاني ما اشملك يا العربي، اشدت بك في الشوط الاول بتحركاتك بضغطك، لكن افتقدنا اهدافك، الاهداف جاءت في الشوط الثاني. افرح وتدلل يا العربي. في منزل والتأهل لنهائيات كأس أمم إفريقيا، ولكن لابد من الفوز في هاتين المباراتين لتحسين ترتيب المنتخب. في هذه الأثناء ويدخل مكانه عمر القدوري، لا خرج العربي، خرج صاحب الثنائية، هذه المرة خاب توقعي، والعربي ومن يخرج أمام التصفية. إذا يوسف العربي يتلقى التحية من إيرفي رونار، فعلا واضحة علامات الرضا من إيرفي رونار على